السلام عليكم احبابي، كديرين لاباس عليكم؟ الناس القدام والناس الجداد اللي صاحبوا بينا، مرحبا بكم، مرحبا و100 الف مرحبا. مبروك عواشركم. احنا مازالين في السلسله ديال تحضير حلويات رمضان. الحلقه ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم هو عباره عن الشباكيه على حقها وطريقه ديال الناس ديال زمان، ونفس المقادير ولا طريقه التحضير ديالها نفس ديال زمان، وكتجي منعاود ليكمش مذاق عجيب، ماشي فيها الحلاوه حيت كاين الشباكيات كتلقى فيهم غير الحلاوه، مي هذه مذاق ما كاين ما نقول لكم عليه. تجربوا وتردوا عليا ان شاء الله مع التدابير. طبعا كما قلت لكم دائما كنعطيكم وصفه ومعها تدبيره. درنا واحد البواط اللي لقيتهم انا عمليين بزاف ورتبتهم في هذا رمضان، غادي نوريكم بزاف ديال الحويجات ما ندير بهم باش كتبقى الحلوه ديالنا دائما طريه، كنغلو في الطراوه ديالها ما كتبقاش كتنشف. هادو غنديرو في الكونجيلاتور وغادي غادي نستفوها بواحد البويطه. ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو ديال اليوم، ندوزو لطريقه تطبيق هذه الوصفه وفرجه ممتعه. المقادير ديال الشباكيه ديالنا كالتالي: عندنا كيلو 200 غرام ديال الطحين الفورص الابيض، يكون نوعيه جيده، واحد الخماره ديال الحلوه. المقادير عندنا غنشدو نفس العبار لهاد الكميه ديال الدقيق، خصنا كاس ديال الزيت البلديه مع زيت الروميه مخلطين، كاس ديال الزبده، كاس ديال ما فيه زعفران شعره، كاس ديال اللوز ما محمر حتى شي حاجه، مسحناه من الغبره وطحنا وعطانا بودر، لان بقايا غادا تقلى الا درناها محمر غادا تجي الطعم ديال الحريق، لا هو لا الجنجلان، الجنجلان هو غير تحيدات منو الرطوبه وطحناه حتى ولا بودر. عندنا الماء الزهر نوعيه جيده باش تكون الشباكيه مزيانه، ضروري نديرو شي حاجه لي زوينه. معلقه ديال القرفه، معلقه ديال حبه حلاوه، معلقه ديال النافع البستاني، واحد شويه ديال السمن الحار، وثلاثه ديال الحبيبات ديال المسكه الحره هي تصدقوها، والملحه لتصحيح الذوق طبعا، والكركم هذا تيبقى اختياري، اللي تيبغيها من الغنى يديرو اللي ما تيبغيهاش يكفي. زعفران شعره اللي صار زعفران شعره صافي، ولا خصنا الماء غادي نزيدوه. دابا ندوزو للطريقه ديال تحضير هذه الحلوه. غادي نحيدو المواد السائله كلهم وغنبداو بالجافين كاملين، غنبداو به ديالنا طبعا راه مغربل، نزيدو اللوز. انا كنفضل هذا هكذا، كنديرو عقده ما تتعجمش الشباكيه بعقده، كشورو تيكون في واحد المذاق زوين. انا كندير لكم طريقه بلديه اصليه، هذه الاصل ديال الشباكيه هكا كانوا كيديروها جداتنا. نحضرها بين صباعنا صافي، نمشيو ندقو هذه ملي دقينا المسكه تبقى تهي. الخميرة على فكرة هي تعتل التالي ماشي كاع، باش ما يبقاوش لنا الحبيبات في الدقيق غادي ندوزو في الغرفان، باش الا بقى شي طريف هكا كبير ما يمحناش التوراق ديال الشباكية وما يقطعناش العجين. وبهاد العملية علاش كانوا جداتنا كيديرو هكذا، داك الدقيق كامل تيتلبس بهاد المواد اللي هي يا جنجلان وحبس حلاوه، داكشي كيتنسم بواحد الطريقه زوينه. انا كنفضلها على انني نقدر نسبق المواد السائله هي الاولى عاد نزيد الدقيق، كنفضل الطريقه البلديه كتجيني احسن.
كنبقاو هكا مستمرين حتى كنكملوا الكميه كامله ديالنا. ودائما شعارنا اننا كنصاوبوا واحد الحاجه كنصاوبوها بحب باش كتطلع مزيانه، اكيد غتطلع مزيانه. فكما لاحظتوا معايا ما درت فيها لا بيض لا خل، انا ما درت فيها لا بيض لا خل، الخميره معجونه لا والو، لان داك البيض بالنسبه لي انا والخل كيمحن في القلي، كدوز القليه الاولى الثانيه مزيان، الثالثه كيبداو دوك الكشاكش كيطلعوا، ما كاينلاش ما كيديرش شي اضافه اللي هي زعما كاينه هكا مقادير مزيان، لان لاباز ديال الشباكي هي الجنجلان ودوك المنسينات. متنساوش تبقى غير شي حبات اللي ما دازوش في الطاحونه مزيان. شي هكا يا شتي كتلبس كلشي بلا ما نبقاو نفركو ونتمحنو، داك الغربه اللي كيأدي ديك الوظيفه ديال الفريك. دابا غادي نخليوها ترتاح، هما شحال هادي زمان كانوا كيديروها في الليل وحتى الغدا عاد كيعجنوها، يعني حنا دابا الوقت بالزربه ما عندنا فينا الصبر اللي حتى الغدا، غنخليها واحد جوج ساعات حتى ثلاثه على الاكثر، غنغطيها ونخليها ديك الساعه عاد نجي ندير عليها المواد السائله. وكنتمنىكم تتبعوا معايا الفيديو الى الاخير وتشوفوا الاسرار ديال الشباكيه التقليديه كامله. ملي دازت 4 ديال الساعات على الطحين ديالنا غادي نبداو نديرو المقادير اللي قلت لكم قبيله، ديرو الخميره صافي، نديرو السوائل كاملين، كاس ديال الزبده، شويه ديال السمن، كاس ديال الزيت المخلط ما بين السبلديه والصغاليه، ترى طلق مزيان عطانا اللون والمذاق في نفس الوقت. انا راه درت فيها الكركم طلق خليها هكذا، غادي نزيدو هاد الكاس ديالنا بصح ما نزيدوش دقه واحده، بشويه بشويه درنا غير النص وحنا كنشوف ما نزهقوش ديال المثاني. ها هي العجينه ديالنا كما شفتوا معايا، دخلنا فيها تقريبا نص كاس ديال الماء صافي، وفعلا هذوك المقادير اللي قلنا صافي كنبقاو نديرو هكا تنجمعوها مزيان، هانتوما كيف ما شفتو التكستور ديالها دايره قاسحه، ماشي قاسحه بزاف، مي ماشي جريعه عاوتاني. باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي نكمل هاد العجينه كلها بحال هكذا، غادي نستفها في هاد البلاطو نغطيها حتى ترتاح ونرجع ليها نشكلها. ملي ارتاحت لينا العجينه ديالنا غادي نورقوها بهاد اله التوريق وبهاد الجراره، كتسهل علينا الماموريه بزاف، كيجيو الشباكيات مقادين. انا دابا طبقت معكم جوج حوايج، الاسرار والمعصار، درت الشباكيه بطريقه تقليديه محضه، ولكن لا داعي ملي كاين الاكتشافات الالات الجديده سهلات علينا بزاف ديال الاعمال، علاش ما نستعملوهمش. صافي ما عندوش ماشي مشكل كيدير الجراره، كتبقى الجراره هي ضروري. طريقه سهله للشباك بزاف، المبتدئات يقدروا يصاوبوها، كلشي تيجي الشباك صعيب مي ما صعيبش، سهل بزاف. كنهزو وحده نخليو وحده، كاين خمسه ديال الاشرطه
عندنا باش ما تسحليناش مع القلي كنوركو لهنا مزيان داك الفوقاني كنرجعوه لتحت. باش مزيانه هاد الاله كتجيبو مقد قد ماشي شي وحده كبيره من وحده لا كيجيو في نفس العبار. تجيو مقدودين ماشي كبار ماشي صغار. كنكملوا بحال هكذا الكميه كامله ديك الساعه ندوزو نقليو ان شاء الله. كنتمنىكم تبقاو متبعين معايا الفيديو ويكون مفيد للبنات المبتدئات وما يعكزوش على الشباكين. ملي كملنا خلينا هاد الشمعات واحد شويه كما شفتوا معايا ضروري خصها تشمع. درنا الزيت كيسخن غنبداو نقليوها ان شاء الله. تبعوا معايا الفيديو الى الاخير. الزيت ديالنا هو سخن. دائما هاد المعسلات كيبغيو الزيت يكون شويه كثير باش تاخذها حتى تقلي مزيان. صافي ملي خدات لينا هاد اللون دائما الماكسيموم ديال الزيت نهبطو العسل مكنسخنو ما والو. ايوا تشرب العسل ديالها مزيان عندنا الشباكية هي العسل. هادوك المقادير ديك الخدمة اللي درنا من العسل هو ضروري. ثاني غنربيو القلية الأخرى كيف ما قلت لكم الميزة ديالها أن مكدارش البيض و الخل كتبقى فيها تقلي حتى لآخر قلية مكديرونجيش مكرهوش. الصراحة كنت كنديرها كانت ديك الروة كديرونجيني بزاف وكيفيض. خليوها تتقلى مفوهة في الزيت. ملي شربات لينا العسل ديالنا مزيان كنصفيوها غير شوية باش منهبسوهاش. كنبقاو
نوصل هكا من الصمغين كنكمل الكميه كامله. المهم تكون الحموريه ديالها مقاده زعما تكون مقاده شي وحده تكون مطبقه على الاخرى. الحلوه ديالتنا بعد ما سالينا الشباكيه هي كما كتشوفوا كطيب مقاده، وداك الطابع الميزه اللي فيه انه كيجيو الحلوات كلهم مقادين، كيجيو كنتقدم ماشي كتجيو وحده اكبر من وحده. كنتمنى تطبقوا هذه الوصفه وتردوا عليا في لي كومونتير والى فيديو اخر، وشكرا.